حينما يؤذن الأذان يعني ديال الفجر أو الأذان ديال المغرب، فهنا الهمزة، حكم ديال الهمزة أ، الله أكبر. هاد الهمزة هذه هي الحكم. حينما ينطق المؤذن بهذه الهمزة فيجب على الإنسان أن يمسك. لا، كما أن في المغرب ملي كيقول لنا الله أكبر، مجرد الإنسان أنه كياكل ما يتسناش يعني هذاك المؤذن حتى يكمل، يقول لا بلاتي راه باقي ما كملش الأذان، لا، بمجرد أن يقول الله أكبر صافي. كذلك في الصبح، بمجرد أن الأذان يقول الله أكبر، فلك انت هو أذن وباقي كتاكل، راك فاطر، خصك تعود هذاك النهار، خصك تعودو، لأن الوقت مدخل، لأن الوقت ديال الإمساك يعني دخل.